كتر خيرك اللي انت بتعملي مش شوية. بونسوار بابا، هيطمنكم علي. انا مع بنتي اوبا اللي مليت غيرها واللي بموت فيها قوي 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 قوي، واللي ربنا خلق وانا بعيش ليها، انا عايش لها وجع فاء. ربنا يشفيك يا بابا. يا رب. ادي يا صعبة يمر بها الموسيقار الكبير حلمي بكر، والذي يركض حاليا داخل منزله بمنطقة المهندسين بعدما قضى قرابة الشهر داخل أحد المستشفيات القريبة من المنزل بعدما شعر بضيق شديد في الصدر حسب ما قال، بجانب شعور بعدم القدرة على المشي. وخلال تواجده في المنزل حلمي بكر لاحظنا أن كل المحيطين به، بداية من زوجته وابنته الصغرى والأصدقاء المقربين الذين يترددون على المنزل، يحاولون إقناعه بالعودة إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، التي بالطبع هي أفضل من الجلوس في المنزل. وأنه بحسب كلام الأطباء لا يعاني من شيء واضح سوى التهابات شديدة في الأعصاب، لكن كل ما يتم ذكر لفظ المستشفى أمام بكرة يطيح بأعلى صوته، لا يستطيع، مش هروح المستشفى، كفاية كده، اللي حصل معايا صعب. في تصريحه قال: أنا دخلت المستشفى على رجلي، طلعت على كرسي متحرك، المستشفى ما عادتش هتجيب نتيجة، صدقوني رجلي مش قادر أحركها، مش حاسس بيها خالص.